29 إثر كرة ثابتة ولا أحلى، اخترقت الشباك التونسية معلنة أفراح الجماهير الأهلاوية. ثم أضاف المحترف الأنغولي فلافيو مادو الهدف الثاني في دقيقة 40 بعد استغلاله لخطأ قاتل من حارس صفاقس عصام الجواشي أودعها في المرمى. وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أحرز اللاعب طارق زيادي هدف الشرف للصفاقسي إثر رأسية متقنة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي وصعوده. حمزة ياسين في الدقيقة الثالثة إثر تطاوله.